اهلا بيكم، انا محمد الليثي ومعايا خالد بيبو. هنغطي احداث كاس العالم للانديه، البطوله الثالثه للنادي الاهلي في تاريخه، احداث البطوله، كواليس البطوله، اسرار البطوله، مش بس لعيبه النادي الاهلي، لا كل لعيبه البطوله، في رساله حول بطوله العالم للانديه وتغطيه حيه لمباريات النادي الاهلي في هذه البطوله. هنكون معاكم لحظه بلحظه من طوكيو من اليابان وكاس العالم للانديه على شاشه قناه النادي الاهلي من اليابان.